بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي مشاهدي قناة الفرات الفضائية ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد سيدي ومولاي الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الأيام المحزنة والأليمة والمحزنة أيضا على آل النبي محمد صلى الله عليه وآله، ومحزنة على قلب النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله، وإلى صاحب العصر والزمان هو المعزى في هذه الأيام. نرفع آيات التعازي إلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفدا، مراجعنا العظام الأمة الإسلامية جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الذكرى الأليمة، وهي ذكرى استشهاد سيدي ومولاي جواد الأئمة الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه. وبهذه المناسبة وبهذه التغطية المباشرة من قناة الفرات الفضائية، ومثل ما عودناكم في كل تغطياتنا المباشرة في ذكرى ولادات وفيات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أن تشاهدون قناة الفرات وهي تغطي كل هذه المسيرة الكبيرة والعظيمة عند قبر سيدي ومولاي الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، أو في ذكرى الأربعين، وأيضا الولادات الشعبانية، وكل ما يكون عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه تجدونه في قناتنا إن شاء الله، وبتغطية مباشرة وحية من هذا الاستديو العامر إن شاء الله. معي ضيوف أعزاء مثل ما عودناكم في كل حلقاتنا وبتغطياتنا الخاصة، ضيوف أعزاء من خدمة الإمام الجواد. نرحب احنا وياكم بالسيد مرتضى الدناوي، كل هلا بيك سيدنا وعظم الله لك الأجر. حياكم الله أستاذنا، أهلا وسهلا بك، حياكم الله يحفظك. وأيضا شاعرنا الشاعر الأستاذ شاعر كبير علي اللامي، كل هلا بيك يا أبو حسين، عظم الله لك الأجر. أبو حسنين، عظم الله لنا ولكم الأجر، ونرفع أسمايات العزاء لصاحب العزاء أمل القلوب ومنقذ الشعوب الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف، ومرجعيتنا العظمى سماحة السيد حسين السيستاني دام ظله الوارف، وأتباع أهل البيت والعالم الإسلامي والإنساني أجمع، بمصاب سيدي ومولاي باب المراد إمام الجواد عليه السلام. الله يبارك فيك إن شاء الله، وعظم الله لنا ولكم الأجر، وعظم الله أجر السادة المشاهدين الذين يتابعونا على طول هذه الساعات المباشرة والحية من قناة الفرات الفضائي. سيدنا العزيز، اليوم أنا داعيك في مجلس عزاء، وقلت لك المجلس للجواد صلوات الله وسلامه عليه، وقاعدين شباب، قاعدين ناس شيبة، قاعدين اللي يعرفون من هو الإمام الجواد. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، الإمام المعصوم مفترض الطاعة، ذلك الإمام المظلوم، والبركة العظيمة التي أشار بها إليها الإمام رضا سلام الله عليه، أنه لم يولد للإسلام مولود أعظم بركة من الإمام الجواد، ولذلك هناك بركات عظيمة لذلك الرجل العظيم، حيث أن في إمامته معجزة، وفي علمه معجزة، وفي بعد وفاته أيضا لا تنقطع تلك الكرامات والمعاجز التي هي من أصداء ومن ظل ذلك الإمام العظيم. الإمام الجواد سلام الله عليه تصدى الإمامة وهو في 9 من عمره، وهذه الظاهرة جديدة على جو الإمامة في عند أهل البيت عليهم السلام، باعتبار يكون الإنسان مميز هو في سن 15، وبالخصوص هناك الكثير من الحركات التي عاصرها الإمام سلام الله عليه وأبرزها الواقفة. هاتلك الحركات والتجمعات والفئات كانت تستهدف الإمام سلام الله عليه، لأنه في هذا السن الصغير وتصدى لإمامة المسلمين، وللأسف كان هناك حتى استهداف من قبل البيت الهاشمي. هناك كان ادعاء أعتقد عبد الله بن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ادعى الإمامة يعني. نعم، فحوري بالإمام سلام الله عليه وهو في هذا العمر. وعندما سئل الإمام 30,000 سؤال أجاب عنها الإمام سلام الله عليه في وقت
في يوم واحد أو يومين، هذا دليل على أنه الإمامة لها أبعاد أكثر من أنها كونها، بعض الناس يقول أن أهل البيت ناس عباقرة، ناس تقرأ وتدرس وتتعلم ثم كالنوم الحوزة العلمية موجودة، السيد يقول يسولفون على السيد الإمام محسن الحكيم رحمه الله عليه، يقولون كان عمره 10 سنوات 10 أو 12 سنة كان يحفظ القرآن، ووصل إلى مراحل متقدمة في الحوزة العلمية في سن 15 سنة اعتقد المكاسب أو حتى يمكن البحث الخارج ما شاء الله. سولفون على السيد محمد باقر الصدر أيضا، نعم، وصل إلى تلك النبوغ في سن يعني في مقتبل العمر، ولكن أن يكون في 9 من العمر هذا يحتاج إلى إعجاز، يعني أن أهل البيت عليهم السلام علمهم لدني. هسه مثلا عندما تتطرق إلى حياة الإمام سلام الله عليه تجد أنه حتى قبل 9 من العمر كان لديه بعض المواقف العظيمة التي سجلها أعداء أهل البيت، كان يتكلم عن نظام الحكم، كان يتكلم عن هيبة أهل البيت، كان يتكلم عن أسلوب الذي يمكن أن يكون فيه الإنسان تحس بكلامه أكو نبوغ، أكو كلامه بحكمة، كلام سابق عمره، مثل سعدنا مثل بعض الشباب نشوفه يتكلم بكلام خارج عن ما متداول، نعم. تحس بهذا شيء يعني كبير وعظيم ونابغة موهبة. ويعني احنا نرجع الى الحديث، يقول اهل البيت يقولون نحن دون مستوى الخالق، كلامنا فوق مستوى المخلوق. ولذلك الامام سلام الله عليه حورب من قبل الحكومة العباسية، الحكومة العباسية التي اتت بالرضا من اهل البيت، وهذه الدعايات التي روجها بني العباس باعتبارهم قريبين عن النبي، أولاد عم النبي، أخذوا بالدعايات. اليوم الإعلام يلعب دور، صح، اليوم نشوف داعش، الحرب الإعلامية، داعش قبل أن تظهر وجهوا أنها دولة إسلامية سبقتها الإعلامية كبيرة حدود ومعطلة الحدود، وطلع لك آلاف آلاف الوهابية على الفضائيات تتكلم إعلاميا تمهد لداعش، ولذلك هي ترى داعش أكثر شيء هي اللي استخدمته هو الإعلام. الإمام سلام الله عليه شاف أن بني العباس إعلامهم قوي، كان يتكلمون باسم أهل البيت، يتكلمون باسم الخلافة، يتكلمون باسم الحكومة، يتكلم. هذا الـ هذا الـ هذا الموضوع خطير جدا. اليوم نعيش نحن كمجتمع شباب، بس انا اسمي الشباب ومو من الشباب ما ادري، نعم، شباب فيك البركه سيد، احنا من الشباب او لا؟ لنفترض انا من الشباب، انا اللي قضيت عمري مثلا من الثمانينات، عن جيل الثمانينات، انا 80 الى هذا الوقت، الشباب حورب من قبل النظام البائد، انت يا مثلا يجيبك ذبك ويذبك بالجبهات بحروب العبثيه، تطلع من الجبهه تجد لك مثلا شغل ما تلقى، بعدين من توصل للحكومه وصرت قال لك انت بعد عمرك كبير. احنا الشاب اللي نابغ اللي مثقف اللي واعي يجب ان يستخدم وتمتص تلك الطاقات، يعني احنا نريد، احنا بلد محتاج الى بناء، البلد محتاج الى الكفاءات، هذول الكفاءات موجوده لكن الفرص ماكو، ما جاي يحصل. ولذلك اليوم انت تروح للدول الخليج، يابا منو سوى هذه العماره؟ مهندس عراقي. منو هذا الطبيب الجراح العظيم؟ طبيب عراقي في لندن، صحيح، من أكبر الأساتذة في الطب هم العراقيين، صحيح. الشاب اليوم العبقري والمثقف ما يجد فرصة، لذلك يحبط، يصير عنده أحباط، يصير عنده ويجر هذا الإحباط أيضا البطالة، والبطالة تجر قضايا خطيرة. ومنها اليوم جاي نشوف ظهرت المخدرات، المخدرات من الظواهر الخطيرة التي يجب على كل المجتمع في جميع فئاته أن يحارب تلك الظاهرة الجديدة الدخيلة على المجتمع العراقي، الدخيلة على المجتمع العراقي. ليش الشاب العراقي ما يتأسى بالإمام الجواد صلوات الله عليه؟ هو احنا نقول الآن يعني شاب الإمام الجواد وعمره 25 سنة أو يعني كان بدايته كانت قبل 25 سنة، تدري بعد ونهاية الرسالة أستاذنا ردت أقول له يا أيها الشاب لا تحبط، لا تحبط، الإمام الجواد شاب وبلد دنيا دوي،
كل لا لا يصير عنده بني العباس قد حاربوا نعم. الإمام الجواد قد ضيقوا عليه وظهر الإمام الجواد سلام الله عليه بهذه البركة العظيمة. ولذلك أحد العرفاء يسولف يقول أنت تشتكي عندك بيت ما عندك أموال ما عندك بجيبك يشوف عندك فقر توسل بالبركة الإمام الجواد سلام عليه صلوات الله يعني. ولذلك هناك دعاء يقال هذا لطلب البيت لطلب المعيشة لتيسير أمور المعيشة. اللهم إني أسألك بحق وليك محمد بن علي التقي الجواد ألا جدت علي من فضلك وسعت علي من فضلك واغنيتني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. هذا من أعظم الأدعية المجربة لجلب البركات والخيرات. ولذلك الإمام سلام الله عليه وهو حي بركة وبعد استشهاده تلك البركات والخيرات مستمرة لهذا الوقت. أحسنت صحيح. إذن ماكو نحن كمجتمع شبابي يجب عليك أن تتأسى بالإمام الجواد سلام الله عليه شاب الأئمة بحركته بثقافته بنهوضه استطاع بهذا العمر تحت سن 25 سنة أن يبني هذا الاسم الكبير والعظيم. بغض النظر أن أنه إمام معصوم كان هناك حركة للإمام سلام الله عليه داخل المجتمع الاجتماعي اجتماعيا قبل أن يكون مثلا في الجو الديني أو الثقافي الإسلامي. الجو الاجتماعي كان الإمام سلام الله عليه من أكثر الناس حرصا على توفير الجو الاجتماعي لحركة بني هاشم لحتى بالتوفيق بين بني عباس وبني هاشم. أحسنت أبو حسين. اليوم المجلس أيضا مدعو أنت إلى مجلس وماذا تقول بحق الإمام الجواد؟ إن شاء الله. نعم. الإمام الجواد عليه السلام كما يقولون العلماء والعرفاء كسيدي النبي يحيى عليه السلام وآتيناه الحكم صبيا هذا هو الإمام الجواد. فهم صغيرهم ككبيرهم لا فرق في العمر. أحسنت. نعم. وهذا ما أتفضل به سماحة السيد عن الإمام الجواد عليه السلام وحياته وعرج إلى موضوع واقعي إحنا نعيشه وفعلا هو لابد من عده. أقول كرامتكم شهادة من الإله تصير كرامتكم شهادة من الإله تصير وخطتها السيوف بمنحر العترة. إش ما تقسي السيوف بشجرة أهل البيت والدب كل حقدها وباشطة الشفرة ظلت خضرة ظلت والزمان يدور ترويها الدماء وباقي الشجرة ظلت خضرة ظلت والزمان يدور ترويها الدماء وباقي الشجرة. فتح درب الشهادة حسين أبو السجاد زارت السيوف وصلت النحرة. فتح درب الشهادة حسين أبو السجاد زارت السيوف وصلت النحرة. بيت الحكمة أنت ويا شعاع النور غصن شجرة محمد والفكر ثمرة ما غرتك دنيا ولا قصور ومال وبحر المغريات بصبرك تعبره. سموك بحقدهم وانت نهر الطيب ظل صافي وعذب ما غير المجرى. يلنلت الإمام بعمر 9 سنين انت ابن الرسول وهيبته وفكرة انت ابن الرضا وهذا العلم موروث من موسى بن جعفر خازن بصدره. من كاظم الغيظ اشكثر بيك اطباع مقامك من مقامه وموقعه وقدره. ولأن جدك محمد عالي قدرك دوم وصل وادي طول حد منتهى السدره. بديت هلال عيد وفرحت صيام قمر صار الجواد وما اكتمل بدر. لأن خضر غصن من شجرة الزهراء وطق نهر الولاية وطلعت البذرة. الجواد انت الإمام اللي يكرم المعروف أسد وابن الأسد معروف من زغرة. يا هيبة محمد ومعول إبراهيم وصنم طاغوتهم بالمعول تكسر بعلمك والفقه داخت عقول الناس. لأن بحر العلم بس انت لتعبره. لأن بيك النبوة و12 معصوم. شبل من ظهر حيدر ياهو لي قدرة خد الطاغي هذا وانت واقف سيف وخد الطاغي بس شفك يا صدره. الله الله يحفظك. أحسنت. أحسنت الله يحفظك. علم الله لنا ولكم الأجر في هذا المصاب الجلل
وهو مصاب سيدي ومولاي الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه وجموع الزائرين التي منذ أيام ذهبت لتجديد عهد الولاء والبيعة مع سيدي ومولاي الإمام الجواد ومع سيدي مولاي باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله بحق جواد الأئمة وبحق مصاب الإمام الجواد أن يدفع البلاء والوباء عنا وعن العراقيين وعن أن نعيش دائما بأمان من الشمال إلى الجنوب. ونسأل الله أن نكون دائما في خدمة أئمتنا في خدمة سادتنا وقادتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. دائما نحيي وفياتهم نحيي ولاداتهم إن شاء الله ببركات محمد وآله الطيبين الطاهرين. إحنا عايشين ببركاتهم، عايشين بدعواتهم، عايشين بنفحاتهم وأنفاسهم. إحنا دائما الله سبحانه وتعالى يريد من عندنا أن نكون نتأسى بمحمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. يعني مثل ما قال السيد الشباب يجب أن نتأسوا بالإمام الجواد، هذا الإمام اللي لاقى ما لاقى وكان بني العباس مضايقين عليه الخناق من كل حدبين وصوب، ولكن ملأ العالم دوي بعلمه بكلامه بمواجهته بصبره بأفعاله وأعماله الخيرة اللي كان يقوم بها مع الناس، وكذلك كان إماما معصوما يأم الناس جميعا ويعطي للناس ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أن الإمام الجواد عندما نمر على سيرة هذا الإمام العظيم الكبير تجد أنه قد ملأ الدنيا دوي وملأ الدنيا علما ودينا كبيرا. احنا الآن ننتقل إلى الكاظمية المقدسة ومع مراسلنا صباح حكيم كلها لبيك يا صباح، وعظم الله لنا ولكم الأجر صباح. نعم، عظم الله أجرك زميل العزيز حاجنا أبو حسين، وعظم الله أجر جميع مشاهدي قناة الفرات الفضائية وأيضا ضيوفك الكرام. الله يبارك بك أستاذ صباح. ضعنا في أجواء هذه الزيارة الكبيرة والعظيمة لسيدي ومولاي الإمام الجواد، ونحن منذ 5 أيام أو 6 أيام نحن متواجدين بهذا المكان، ونجد جموع الزائرين المليونية التي زحفت منذ أيام من كل محافظات العراق لتجديد عهد الولاء والبيعة مع إمامنا الجواد. ضعنا بالصورة وبالحدث، وماذا تجد يعني في هذا المكان الطاهر؟ نعم، منذ ساعات المغرب حاج أبو حسنين والأعداد كانت كبيرة جدا من المعزين القادمين من أحياء العاصمة العراقية في بغداد، وعدد كبير من المدن العراقية والذين التقينا بهم، بعضهم جاء سيرا على الأقدام والبعض الآخر طبعا وصل إلى حيث الفتوحات الأمنية القريبة من الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد. الأعداد كبيرة جدا وبالأخص ما بعد ساعات المغرب حيث انخفاض درجات الحرارة، بالتالي تشهد مدينة الكاظمية المقدسة هذه الجموع المليونية التي تؤدي هذه الشعيرة الدينية الحسينية. الأعداد كبيرة جدا تأتي من جميع الأحياء البغدادية، هناك انتشار أمني كثيف، هناك بعض الفتوحات التي وضعت من قبل القوات الأمنية لخلق جوا أمنيا جيدا لمسير السائرين من أحياء العاصمة وأيضا القادمين من محافظات عراقية مختلفة. الأجواء جيدة والأجواء الأمنية مستقرة، الأجواء الخدمية أيضا الأجواء الدينية، هناك توجيهات دينية من قبل مكتب المرجعية الرشيدة مرجعية السيد علي السيستاني والذين يتواجدون أيضا خلفي، وعدد كبير من النقاط الذين يوجهون الدعوات وأيضا بعض الاستشارات الدينية وما إلى ذلك. الأعداد كبيرة، وكما أسلفت أنه بعد الساعات المغرب تصل الأعداد إلى أعداد مليونية وكبيرة جدا. جميع مداخل المدينة المقدسة فيها زحف بشري كبير نحو الكاظمية المقدسة من أجل هذه الزيارة ومن أجل إحياء ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد. بالتالي جميع الأمور جيدة وجميع الدعم اللوجستي مقدم، حتى خدميا هناك جهود كبيرة من قبل أمانة بغداد من قبل الدوائر البلدية التي تقوم طبعا بإجراءات التنظيف والتي تقوم أيضا بمساعدة الجهات الأمنية المتواجدة، فضلا عن المواكب وهو الأمر المعتاد مواكب الخدمة التي دائما ما تقدم جميع ما يحتاجه الزائر على طول الطرق المؤدية إلى مدينة الكاظمية المقدسة وأيضا
في قلب المدينة المقدسة من مواكب حسينية تنتشر على طول هذه الطرق. هناك طبعا بعض القطوعات القريبة من الشارع الرئيسي من قرب باب القبلة أو باب المراد، هناك قطوعات بسيطة هي ليست بعيدة جدا عن المرقد المقدس، على اعتبار أنه لتمكين الزائرين من الوصول بسلاسة وبسهولة مع وجود عدد كبير من الرجال والنساء كبار السن، بالتالي القطوعات كانت قصيرة جدا ليست قطوعات كبيرة، مع انتشار أمني مكثف، انتشار الأبراج وأيضا انتشار الطواقم الطبية التي تقدم أيضا المساعدات للزائرين. كما أسفت زميلي العزيز منذ 5 أيام موجودين في مدينة الكاظمية المقدسة وأيضا قرب المراقد المقدسة الأخرى في المدن العراقية المتبقية، نشاهد هذه الأعداد الغفيرة والمليونية التي تأتي زاحفة إلى مدينة الكاظمية المقدسة من أجل إحياء هذه الشعيرة واستذكار شهادة الإمام محمد الجواد. نعم صباح، يعني العتبة الكاظمية أعلنت يعني يوم أمس أو قالت بأن بعد غد أو غدا سيكون تشيع لرمزي للإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، يعني هل هناك توجيهات أو هناك نداءات من أهل المواكب بأن يبقون إلى يوم غد صباحا حتى يشيعوا جثمان الإمام؟ هي المواكب مستمرة زميلي العزيز، تدخل إلى مدينة الكاظمية، قبل قليل كانت هناك مواكب عديدة، طبعا أيضا الجهات المعنية بالعتبة وأيضا القوات الأمنية تقوم بإفساح المجال لهم، وخط سير يكون نصف هذا الشارع لمسير المواكب الحسينية. هناك بعضها طبعا يحمل أيضا النعوش الرمزية، هي قادمة من أحياء العاصمة بغداد وأيضا من مدن عراقية أخرى. شاهدنا عدد كبير من هذه المواكب التي تصل إلى المرقد الشريف، بالتالي بطبيعة الحال هناك توجيهات من قبل العتبة لأن يكون هناك التشيع الرمزي يوم غدا، أتوقع الساعة 12، وهو أمر يعني دائما معتاد في كل عام، هي التجهيزات ذاتها في كل سنة يتم بها استذكار شهادة الإمام محمد الجواد أو حتى استذكار شهادة الإمام الكاظم. بطبيعة الحال الأمور اللوجستية مرتبة بصورة كاملة، وعملية الدخول وعملية الخروج ووصول الزائرين، جميع هذه الأمور مرتبة من قبل العتبة بصورة جيدة جدا. أحسنت زميلي وعظم الله لك الأجر زميلي صباح حكيم، لنا عودة إن شاء الله ثانية حتى نرى جموع الزائرين المليونية، وأيضا نحتاج إلى بعض اللقاءات مع الزائرين حتى نستطلع من أي محافظة ومن أي مكان جاءوا. شكرا لك وعظم الله لك الأجر مرة ثانية، شكرا لك. ممنون سيدنا العزيز. الآن تجد أن جموع الزائرين مليونية منذ 5 أيام، يعني زحفت رجالا نساء، يعني هذه الحالة ما نقول نادرة على العراقيين، ولكن العراقيين عرفوا منذ يعني زمن طويل بأنهم موالين محبين لأهل البيت، تجمعات أهل البيت، ذاك النظام القاتل المجرم البعثي الظالم ما قدر يثني عزيمة الناس ولا عزيمة أهل المواكب، ولا يعني قدموا قرابين في سبيل حب أهل البيت صلوات الله، وأيضا سنوات الإرهاب والتفجير والقتل وداعش وما يعني أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يعني أن العالم يغبط العراقيين على هذه النعمة، نعمة أهل البيت، وهم يرون الآن بشاشات التلفاز بأن مجموع الزائرين مليونية ومنذ 5 أيام وهي لم تنقطع من زيارة سيدي مولاي الإمام الجواد. الحقيقة ولادة أهل البيت عليهم السلام في المدينة المنورة ووفياتهم أكثرهم في العراق، وهذه حكمة، وفيات الأئمة مراقدهم المقدسة وجودها في العراق خير. اليوم عندما تجد هذه الزوار بالملايين تأتي، هناك حكمة، الحكمة التي نراها واضحة جدا أن هؤلاء هذا الشعب هم أهل للضيافة، شعب حي ما يموت. اليوم تشفت بأحلك الظروف اللي فات بها الشعب العراقي يشوف المواكب في زيارة 40 منا من بغداد، يوم احنا بالكرادة إلى مرقد الإمام الحسين، لا تجد مكان ليس فيه موكب. هذا الشعب وهذا وشيعة أمير المؤمنين
هؤلاء العراقيين ليس لهم مثيل في كل العالم. وعندما تحارب الزيارة تكثر بالزايد. ليش؟ لأنه أكو قاعدة فلسفية ما أدري عقلية تقول العقيدة كل ما تحارب من الخارج تتأصل من الداخل. أنا قد ما أحاربك على قضية معينة قد ما تتأثر بداخلك مثل المسمار من ينطرق. نعم. كل ما تدق عليه قد ما يتمسك بالخشبة يتمسك بالحائط أو الخشبة. فرغم أنه كان أيام مع الأسف أنه فتنا في أيام كان حتى يمشي في بغداد يقنصونه زيارة الإمام الكاظم عليه السلام ينقنص من مناطق معروفة لم تنقطع. أي من مناطق معروفة كان ينقنص الزار وتطلع شهداء بالعشرات. يا بنت فايت يا الزائر منا تركوا قناص أبد ما يسمحك. ليش؟ اندفاع العقيدة واندفاع الروح هذه الروح التي جيل بعد جيل يتوارثها العراقيين حب أهل البيت والتضحية من أجل إقامة الشعائر. اليوم الأب يسلم الموكب الحسيني لأولاده وأولاده يفرعون كل من يسوي موكب. صح. هذا 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 الخير وهذا العطاء وهذا والبعد الولاء العظيم هذا مستمر إلى يوم القيامة. ولذلك حكمة عظيمة أنه إجت أهل البيت مراقد أهل البيت عليهم السلام عند العراقيين. وذكر أنه السيدة نفيسة بنت الحسن اللي مدفونة في مصر من الحسن المجتبى بالزيد في مصر. نعم. إيه نعم بالزيد بالحسن الأبلج بالحسن المجتبى المدفونة في مصر. مرت السيدة نفيسة في القاهرة وبقيت فترة من الزمان أهل القاهرة قالوا مريدكم بركة هنا أنتم أهل البيت لأن وجودكم هنا كان أكو ناس عندها أمراض أو بيئة كانت انتهت الوباء بمجرد وجود هذه السيدة نفيسة. من توفت السيدة نفيسة زوجها هو ابن الأخ السيد ابن الإمام الصادق عليه السلام. نعم. على كل من أحد أبناء الإمام الصادق عليه السلام حمل الجنازة على أساس يأخذها للمدينة يروحون يرجعون تندفن بالبقيع حال حال أهل البيت. جاء النبي صلى الله عليه وآله بالمنام قال ادفن هذه السيدة في القاهرة لكي تكون علما من أعلام أهل البيت وبركة تلك البقعة. اليوم أي مرقد من مراقد أهل البيت بالعالم أي مرقد سواء كان صحيح برواية صحيحة برواية ضعيفة إلى آخره تجد الرزق والبركة. العايش أبو الماي وأبو الفندق وأبو السيارة وهذا اللي يبيع بالشارع شرك ضابط دفع بلالي أهل المنطقة. الدولة مستفادة فيزا ومستفادة فنادق ومستفادة تجي وفود عالمية. كل مرقد من مراقد أهل البيت عليهم السلام سواء كانت في مصر أو في الحجاز أو في سوريا أو في الجمهورية الإسلامية في كل مكان يوجد فيه اسم أهل البيت تحل فيه تلك البركات الاجتماعية والاقتصادية والدينية. وكل مكان اليوم السيدة زينب في شم مكان عندنا السيدة زينب السيدة زينب في القاهرة بالقاهرة مدينة كبيرة عايشة بها ملايين الناس. السيدة زينب في الشام في الشام. مقامات السيدة زينب وين؟ في العراق. مكان الإمام زين كم مقام الإمام زين العابدين كم مقام الإمام الحسين. كل مرقد من تلك المراقد أو مقام من تلك المقامات فيه بركة وفيه رزق وفيه خير وفيه تجمع علمي. ماكو مكان من هذه الأماكن إذا تجد به مدرسة علمية لقراءة القرآن لرواية الحديث. صح. منذ أن يدفن الإمام أو يكون ذلك المقام إلى وقتنا الحاضر وجود مقامات أهل البيت في العراق ووجود هؤلاء الناس وخصوصا سيدي مولاي الإمام الجواد. نعم. الذي سخرهم الله عز وجل لخدمة الإمام تعتبر لوحة أبسط ما يقال عنها أن الصورة لا تستوعب ذلك المشهد. صح. أبسط ما يقال بهذا لأنه التضحية التي يقوم بها أهل المواكب حقيقة تضحية لا توجد حتى في أي مؤسسة إنسانية. نعم. المراسل سيدنا قال بأن أهل المواكب أستاذ علي منذ خمسة أيام يعني
ناصفين مواكبهم قاعد يقدمون المأكل والمشرب والمنام لزوار الإمام الجواد صلوات الله وسلامه نعم. عليه. سيدنا أيضا عند الطريق من إرجع إجا تلقى المواكب على الطريق إلى أن تصل إلى الكاظمية. هاي المواكب كلها ليس فقط هم أهل بغداد، أكو ناس أيضا تجي من المحافظات تخدم الإمام. هاي السنة الإمام الجواد صلوات الله، هاي السنة من أكثر السنوات أكثر مئة نعم. بشري إن شاء الله للزوار الله يحفظهم إن شاء الله يتقبل عملهم. أبو حسين إن شاء الله في كل سنة إن شاء الله يكون الرقي أكثر في كل سنة يكون الانسجام طبعا. والانسيابية عالية. ستجد أن في زيارة الأربعين، في بداية الزيارة الأربعين، في بداياتها بعد سقوط الصنم البعثي، تجد أن هناك كانت يعني عشوائية في المشي، عشوائية بتقديم الأكل، موكب هنا موكب هناك، الناس تريد كلها تخدم تريد كلها تمشي صحيح. بالسنوات القادمة الآن السنة اللي راحت على قولت أهلنا اللي طافت راحت نعم. السنة اللي راحت كانت انسيابية عالية جدا. تشوف الناس بعد أن تمشي الصبح بعد أن يأذن لأذان الظهر الشارع يفرغ صحيح. ما موجود اي واحد في الشارع بعد الاذان، تنطلق الناس صلاة المغرب الكل الشارع انا شاهدتها صحيح. لان انا 10 سنوات في زيارة الاربعين من البصرة الى كربلاء شاهدت زيارة الاربعين بكل حذافيرها يعني شخصتها ولخصتها بامر واحد صحيح. بان اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مادين ايديهم مع الزائرين وهم يسيرون هذه المسيرة الكبيرة إلهية. والعظيمة والطاف الهية في زمن احنا كنا لا جيش ولا شرطة صحيح. ولا أي شيء، كانت العشوائية في كل مكان، السلاح مرمي في كل مكان، وكانت تفجيرات، وكانت زيارة مليونية تجي العالم من البصرة 20 يوم تمشي صحيح. من كل مكان هذه الملايين تمشي وهي تمشي ومعها بركة أهل البيت صلوات الله عليه وسلم، معها أنفاح أهل البيت أنفاسهم نعم. حماية أهل البيت إنه إحنا ما ننساها. ولذلك إحنا العراقيين في كل يوم إذا ما نستذكر بمحمد وآل محمد نعتبر هذا اليوم ما مذكور من أيامنا وخسارة طبعاً. من أيامنا. فأسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يدعو معي نعمة خدمة أهل البيت وذكر أهل البيت، وخصوصا سيدي ومولاي الإمام المظلوم جواد الأئمة، هذا الشاب الكبير العظيم اللي ملأ الدنيا دوي وعلم وحكمة. أسأل الله بحقه أن يديم علينا هذه النعمة ببركات محمد وآل محمد. إيه أبو حسين حتى نأخذ فاصل بعد إذا يسمعني السيد المخرج، نأخذ فاصل لطمية أو شيء من ذلك نعم. يعني نأخذ من ولادات أهل البيت وفياتهم محطات للوقوف مع الذات تصحيح مسارنا وأن بكل جرأة وبكل صراحة نقيس المسافة بيننا وبين الإمام الجواد الجد. إحنا في بعد أم يطلق علينا موسميين لربما، وهذه الشحنة العابرة احنا ما نريدها صح. احنا نريد ان ينعكس علينا هذا مثل الصلاة، مو لا خير في صلاة لا تنهى، مو هذا لازم احنا ما دام احنا مندكين ومتفاعلين ومضحين مع اهل البيت عليه السلام ان نكون زينا لهم لا شينا عليه صح. هو هذا الاهم من كل هذا المحتوى نعم. اقول لتشفيها الدلال اليوم بس للحزن ديواني، لا تشفيها الدلال اليوم بس للحزن ديواني وعاهد قائم اهل البيت عاهد قائم اهل البيت جندي وياك تلقاني وعاهد مرجع الاسلام لو ان الله خلاني عدنا ارواح فدوة روح لعمامة السستاني. الله الله اي نعم احسنت. هاي الشجرة الوارفة الظلال كبير العظيم اهل البيت امتداد الامام الجواد هو نعم وامتداد علمه وثقافته. وانا ساقرا بطاقة تعزية لسيدي مولاي باب الحوائج الاوسع سيدي مولاي موسى بن جعفر عليه السلام. الله يحفظك ويسلمك الله يخليك. اقول يا امام الكاظم وحاير شقول شاعر ومحتار شردك تبئله يا محيط الصبر يا المالك ضفاف وانا قطرة وضايعة وروجك عله احنا من فوق الجسر عاينا ليك قلوب طارن سيدي وصاحن هله تدري يا باب الحوائج ردنا باب ردنا باب وعدنا اكثر سيدي من مشكلة سورة السجدة بسجودك والقنوت سورة تقرأ والضحى والزلزلة يا عمود النور توقف للصلاة الدنيا تسكت لو قرأت البسملة الله. انت هامل ما وطت للظالمين انت موسى وبيك فرعون ابتله والسجن محراب صاير للصلاة نسمع القرآن وانت ترتله
بكل خميس الكربلة تودي السلام للحسين من السجن وتراسل. الله. تقول له يا جدي عطشت بسم لقيت. تقول له يا جدي عطشت بسم لقيت. بسم لقيت. وهاي لحظات الوداع القاتلة. رادوا يحجبون نورك يا إمام. وانت باقي والطغاة الزائلة. رادوا يحجبون نورك. وكذلك تنطبق على سيد مولانا. صحيح. الجواد عليه السلام. رادوا يحجبون نورك يا إمام وانت باقي والطغاة الزائلة. انت بسم الله بسم الله لينت الحديد. انت حلل كل قضية ومعضلة. سيد اشكيلك ظلم هذا الزمان. ونار صعدت على المنبر تاكله. فلسفتنا اليوم طعنا بالحراب وبالسلاح الابيض علم والعلي. كل من يريد القرص تيسوي نار. واجتمعنا بسوء حول المنقلة. سيد التمسك دعائك مستجاب تفتح ابواب السماء للعائله. الله الله احسنت. احسنت ابو حسين. الله يحفظك ان شاء الله وعظم الله لنا ولكم الاجر بهذا المصاب الجلل المصاب سيدي ومولاي الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. اسال الله بحق جواد الائمه ان يديم علينا نعمه خدمه اهل البيت وايضا ان نكون دائما متحابين في هذا العراق الواحد من الشمال الى الجنوب وأن نكون أخوة حقيقيين وأن نكون دائما خدام حقيقيين لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين ومنطلقنا من سيد الشهداء إلى باقي الأئمة لأن معترك سيد الشهداء الإمام الحسين هو المقياس والمجس الحقيقي لخدمة أهل البيت لأن محرم لمدة شهرين هذه الشهرين الإنسان يذوب بحب أهل البيت وينغمس بحب سيد الشهداء ويخرج إن شاء الله بحبه إلى باقي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بخدمة كبيرة وعظيمة مثل ما خدم سيد الشهداء في زيارة الأربعين وفي عاشوراء. إن شاء الله نحن نخدم سيدي ومولاي سواء كان الإمام الجواد أو الإمام موسى بن جعفر أو الرضا الإمام الرؤوف وباقي الأئمة إن شاء الله كما خدمنا الإمام الحسين تكون خدمتنا موازية لهذه الخدمة الكبيرة والعظيمة. حناخذ فاصل حتى نتواصل وياكم ومع السادة المشاهدين. أعزائي المشاهدين فاصل قصير. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين وبرنامجنا هذه التغطية الخاصة بمناسبة استشهاد سيدي ومولاي الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه ومع ضيوف الإمام الجواد. كان معنا قبل الفاصل السيد مرتضى الدنيناوي. شكرا إلى ولي حضوره لبرنامجنا وأسأل الله له التوفيق بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. وانضم إلينا الآن الرادود الحسيني والمنشد علي الخفاجي. رحب بي هناك ونقول له أهلا وسهلا بك حج علي. عظم الله لك الأجر. رزقنا الله وإياكم في الدنيا جسمك ما سمعنا مسلمين. اللهم احنا دائما وابدا ب وفيات وولادات اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم دائما اذا لم يكن هناك القارئ ويكون هناك الرادود ويكون هناك الشاعر المجلس مكتمل والمجلس يكون زاهي وله رونق كبير اذا كان ايضا من خدمة الامام الحسين موجودين بهذا المجلس. ونجد ان هناك مجالس كثيرة وعظيمة اقيمت لذكرى شهادة استشهاد او استشهاد سيدي ومولاي الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. ابتداء للمجلس احنا نبدأ دائما بالقرآن خدمتكم. نعم. إن شاء الله. إذا نسمع فتشيء من القرآن وبعد ذلك نسمع فتشيء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم رسوله الكريم صدق رسول على ذلك من الشهدين وابتدأت أحسنت يا أبو حسنين أستاذنا الكريم والأستاذ علي اللامي يا يحيى خذ الكتاب بقوة لأنها دلالة على أن الإمام الجواد آتاه الله الإمامة وكان صبيا روحي له الفداء فلذلك هي من باب التشبيه أنه الله سبحانه وتعالى من على بعض أنبيائه من ضمنهم نبي الله يحيى ومن ضمنهم عيسى عليه السلام وكذلك الإمام الجواد بأنه آتاه الله الحكمة والعلم وكذلك الإمام للإمام الجواد وكان صبيا صغير السن ولكن كبير المهمة وكبير المسؤولية روحي له الفداء أحسنت الله. احنا نروح إلى كربلاء المقدسة ومراسلنا همام الموسوي من كربلاء المقدسة ليضعنا بالصورة مع زائري الإمام الحسين وأخي قمر العشيرة بالفضل العباس وهم يواسون سيدي ومولاي الإمام الحسين بولده الجواد بهذه الليلة. أهلا سيدنا سيد همام، عظم الله لك الأجر بمصاب الجواد. نعم عظم الله أجرنا وأجرك أستاذي أبو حسنين حاجنا الفاضل وعظم الله أجور ضيوفك الكرام وجميع المشاهدين مشاهدي الفرات. اليوم يعني كربلاء المقدسة في هذه الأيام لم تختلف عن سابقاتها سوى بالمعزين، فالأجواء هنا روحانية، أجواء حسينية عباسية، أجواء مليئة بالمشاعر الحسينية في هذه البقعة الطاهرة، لكن اليوم امتزجت وتميزت بالزائرين الوافدين والمعزين في هذه المناسبة لا وهي ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. ففي هذه الرقعة المباركة اليوم قبل مغيب الشمس وبعد مغيب الشمس في محافظة كربلاء المقدسة شهدنا هناك الكثير من المواكب الحسينية
الدينية العزائية في هذه المحافظة المباركة، اشتركت فيها كل المحافظات مما يصعب عليهم الذهاب صوب الكاظمية المقدسة، فاشتركوا هنا في هذه الرقعة المباركة. طبعا الأجواء في مدينة كربلاء كما أسلفنا الزائرين الوافدين من كافة المحافظات الجنوبية والوسطى اليوم أتت إلى هذا المكان، ومن ثم زارت سيد مولاي الإمام الحسين وأخيها بالفضل العباس، ومن ثم الذهاب إلى سيد مولاي الإمام علي بن أبي طالب، وبعدها التوجه إلى الكاظمية المقدسة لتعلن العزاء والبيعة والولاء تحت القباب الذهبية. اليوم هنا في هذه المحافظة المقدسة أهالي كربلاء طبعا لم تختلف عن باقي الزيارات، فالكل هنا فتح القلوب قبل البيوت لاستقبال الوفود، المئات الآلاف من الوفود الزائرة في هذه الرقعة المباركة، كذلك انتشار المواكب الخدمية والسرادقات في جميع أزقة كربلاء المقدسة لتقديم الخدمات وأيضا الأمور اللوجستية للزائرين الوافدين في هذه الرقعة المباركة. لا ننسى أيضا هناك دور كبير للعتبات المقدسة، العتبة الحسينية والعتبة العباسية في استيعاب هذا الكم الكبير من الزائرين، ومن ثم توفيجهم إلى محافظة النجف أو إلى محافظة بغداد أو عودتهم إلى محافظاتهم سالمين. لا ننسى أيضا هناك الدور الكبير للحكومة المحلية في محافظة كربلاء من دوائر خدمية، وأيضا بالتعاون مع الحكومة المحلية فهي فقد انتشرت جميع آلياتها في هذه الرقعة المباركة، وأيضا موظفيها فيما يخص الأمور الخدمية وأيضا الأمور الصحية لدى دائرة صحة كربلاء، انتشار واضح للمفارز الصحية في داخل الحرمين وأيضا خارج الحرمين متوزعة على كافة الطرقات المؤدية صوب العتبتين المقدستين. طبعا لا ننسى أيضا هناك دور كبير للأجهزة الأمنية في محافظة كربلاء، فنلاحظ جميع الأجهزة انتشرت على كل الطرق المؤدية صوب القباب الذهبية، ومن ثم الطرق المؤدية صوب النجف والكاظمية المقدسة. مجملا نستطيع القول بأن اليوم أهالي كربلاء والدوائر في محافظة كربلاء كلها فتحت الأبواب وفتحت القلوب لتقديم هذه الخدمة. أيضا إذا ما يسعفنا الوقت أستاذ أبو حسنين، لدينا زائر من محافظة بابل أيضا عن طريق الصدفة وطلب اللقاء في هذه الليلة المباركة، عظم الله لنا ولكم الأجر. السلام عليكم. بداية عظم الله أجورنا وأجوركم، نقدم تعازينا لسيد ومولاي عجل الله فرجه صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وكل الأخوة في الأمة الإسلامية المواسية لاستشهاد سيدي ومولاي الإمام جواد. طبعا احنا جايين يعني نعتبر كربلاء يعني المقدسة هي مثل انت وعائلتك لو انت وجماعتك. انا وعائلتي واهلي وجيراني الحمد لله احنا جينا صح بعيدين عن الامام جواد، بس لان ظروف عندنا مرضى فطلبوا انه لازم نجي ان شاء الله يم الامام الحسين نقدم تعازينا. احنا نحمد الله وشكرا سبحانه وتعالى على هاي النعمة اللي احنا بيها، فعلا نعمة يعني الاجواء الحمد لله والشكر روحانية والمواكب مستمرة والناس بكل بساطتها بكل طيبتها الكل يباس الثاني، والحمد لله والشكر كنا ندعي لبلدنا. مشاعركم اليوم بهاي اللحظات وبهاي الليلة العظيمة، ليلة عظيمة احنا ناويين ان شاء الله يعني نقضيها للصبح بقراءة القرآن والصلوات والأدعية، وندعي لشعبنا ان الله يفرج عنا، وندعي لقواتنا الأمنية، وانا بالذات بصراحة ادعي الى كل قوات قيادة قوات الحدود خصوصا حدودنا يعني الغربية اللي القيادة الخامسة والقيادة الثانية وكل أفواج والتشكيلات المرتبطة بها، لأن هاي الناس كلها نعفتها بالصحراء الله شاهد، يعني المي هذا تعرفون هنا أنا نشوفها بخير الناس بنعمة، بس أخوانكم القوات الأمنية بس الله يعلم إيش بيهم يعني ومرابطين والخالين العراق كله بعيونهم. ألف تحايا لكل قواتنا الأمنية، أكيد إحنا هاي الزيارة وبقية الزيارات واليوم الأمن والأمان اللي بالشوارع هو أكيد بجهودكم وبتضحياتكم، فعظم الله أجوركم. الله يرحم الشهداء ويشافي الجرحى ويعز
أهلهم إن شاء الله. حياكم الله، شكرا جزيلا وعظم الله لنا ولك الأجر. حياك الله، حياك الله. نعم حاج أبو حسنين، اليوم هذه هو الأجواء، هذا اليوم أغلب حال الزارين هو هذا اليوم، أجواء روحانية، أجواء حسينية، الكل هنا في هذه الرقعة المباركة تؤدي أعمال هذه الليلة العزيزة والأليمة على قلوب جميع المسلمين. اليوم الأجواء الإيمانية الحسينية عامرة في هذه المكان وهذه الرقعة تحت القباب الذهبية لسيد مولاي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل عباس عليهم السلام. شكرا لك مراسلنا وموفد قناة الفرات إلى كربلاء المقدسة المراسل همام الموسوي، شكرا لك وعظم الله لك الأجر مرة ثانية. نرجع إلى علي الخفاجي باعتبار علي اللام إحنا الدور الأول كان في الفاصل الأول معانا، والآن كل الهلبي ونتشرف به مرة ثانية. سعادتنا بالشيخ. نعم. أنا هسه داعيك في مجلس مثل ما أنت تقول كنت في مجلس، الآن أنا أريد أسمع فد شيء للإمام الجواد، مقطع الإمام الجواد والجماهير موجودة قاعدة، الجماهير اللي تستمع قاعدة وعبر شاشة قناة الفرات إن شاء الله. نعم. ملائكة حاضرة معنا. نعم. في هذا البرنامج وكل خدمة آل البيت. نعم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين يا علي وعلى الزهراء المظلومة فاطمة وعلى الحسن المسموم يا مولاي. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا غريب كربلاء سليب العمامة والرداء. صلى الله عليك سيدي يا جواد الأئمة يا تاسع الأمناء الغر. قد وفدت إليك شيعة أهل البيت تبتدر فأنت مفزعها دنيا وآخرة وفيك يكشف عنها الضر الضرر. ألست أنت الذي بانت معاجزه وويلاه وإمامه كالشمس أمن فيها البدو والحضر أمس ابن أكثم مذهولا لما سمعت أذناه منك وأعيا نطقه الحصر. القصيدة طويلة إلى أن دسوا للإمام السم فدس سم الردى ذلك اللعين المعتصم لعنة الله عليه قد رام إطفاء نور الله معتصم بمنهج شقه آباؤه غدر فدس سم الردى في كف غاوية إني إليك كي تختفي آياتك إليك كي تختفي آياتك الغرر لا عافت النار أم الفضل حيث بما قامت به يلتضي في روحنا شرر سمت إمام الهدى فالأرض راجفة وويلاه سيدي سميت إمام
قدم الهدى فالأرض راجفة منه ووجه السماء من ذاك ياك معتكر يبقى ثلاثا وإماما وجوادا يبقى ثلاثا 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 يعين ثلاثا يبقى ثلاثا بلا غسل ولا كفني كجده فهو فوق السطح منعفر يعين على الجواد بشبد معدم يا قلب على ابو الهادي تلجم شبايب شبايب وصايم ويفطر على السم وحيد بدار غربة مثل الحسين الحسين يصيح الماي والسم مرد كبدة طلعت من وقت ما بقت عنده شلون حال الإمام ظل نايم بسطح الدار وحدة على فراش المرض يصفق الكفين اخواني هذه اللعينة لعنة الله عليها ارسل المعتصم لها سما قاتلة فاخذت السم وجعلته في عنب الرازق وقيل في شراب الأترنج وكان الامام عليه السلام صائما وعند الإفطار وضعته بين يديه فلما تناول منه شيئا تغير حاله وأحس بذلك فقال عليه السلام ويلك قتلتيني قاتلك الله ثم أخذ إمامنا يتقلب على الأرض يمينا وشمالا مثل هذه الليالي من شدة الوجع ويجود بنفسه ويطلب جرعة من الماء ويقول بصوت ضعيف ويلك إذا قتلتيني فاسقيني شربة من الماء فما سقت الإمام عليه السلام الماء بل أغلقت الأبواب وخرجت من الدار إخواني هذا المصاب العظيم فبقي الإمام يوما وليلة يعالج سكرات الموت حتى قضى نحبه ولقي ربه مظلوما مسموما وحيدا رحم الله من نادى وإماما وإماما وسيدا أين الصارخون وجوادا أين الصارخون ومسموما ويلي ظل نايم طريح شلون محتار طول اللي الوحدة يون على الدار بس صلى الفجر وتقبل ودار راسه وحدة ومدد الرجلين اويلي سمت وطلعت من الدار وظل وحدة يعالج لي ونهار عقب موت له الدموع نعبار ثلاثة أيام جسمه بلا دفن تم المصيبة العظمى إخوان أيها المشاهدون أيها الحاضرون أنه لما قضى نحب الإمام أمر ذلك اللعين المعتصم العباسي بأن يرموا جسده الشريف من أعلى السطح إلى الأرض ومنع الناس أن يحملوه ويشيعوه ويدفنوه ويدنوا منه وبقي جسده على الأرض أياما بلا غسل ولا كفن بيش يذكرنا إخوان
بأبي عبد الله بجده الحسين، فاجتمعت الشيعة وحلفوا على أن يقتلوا دونه أو يدفنوه، فقال المعتصم دعوهم وما يريدون، فعملوا له شأنا عظيما حتى دفنوه. أويل إجوا يم بحنين ولطم عالراس عالراس. طلع وبالجواد وفزعت الناس لما غسلوا صاحب النوماس، حفوا بالقبر كلهم محزنين. أقول لم يبق ثاو بالعراء كجده ضام الحشا، وكأني بالسيدة زينب ترى جسد الحسين على رمضة كربلاء. كأني بلسان الحال أقول لم يبق كجده الحسين بعد موته، ما حز رأسه ما رضت الخيل صدره، وكأني بالسيدة زينب يا ناس ضيعت البصيرة. ويلي ومثل حيرت ما اجرت حيرة، ابن والدي ما لعشيرة. يغسلونا ويجفنونا ويدفنون. لولا دمك ما علت للشرف هامة، الله، لولا دمك ما علت، ما علت للشرف هامة، ولولا دمك ما عرفنا الاستقامة. انت راس حسين، انت العرمح ينزف شهامة، الله، وجربة العباس انت محملة بدم الكرامة. وتدري اجمل ابتسامة، اجمل ابتسامة رسمت بشفة شهيد وظلت اليوم القيامة. الله. من طبع الشراع يصد غرور الريح. من طبع الشراع يصد غرور الريح، ومن طبع الرجال بذلة ما تقنع. ما هادنت مرة ولا حنية الراس، شفت الدم ضريبة وقررت تدفع. الله الله. ما هادنت مرة يا حسين يا أبا عبد الله، شفت الدم ضريبة وقررت تدفع. دمك حبر ثورة وللمجد مصنع، وصوتك انتفاضة وقنبلة مدفع. الله. كل بذرة بطبعها. دمك حبر ثورة وللمجد مصنع، وصوتك انتفاضة وقنبلة مدفع. كل بذرة بطبعها تحن تريد الماي، حتى بكل رهاوة تخضر وتطلع، بس بذرة الثورة ما تريد الماي، ترويها الدماء القررت تزرع. الله. يلموتك ولادة، ولادة وموقفك تاريخ. ألف شريان من شريانك تفرع، ومدري تشملك شملك نازل يشيل حسين. خافوا على الأرض تنقلب من يرفع. وهالجثة العجيبة، هالجثة العجيبة مخوفة العدلين من يوم الرمح حتى ساعة المدفع. الله الله. أحسنت الله. أحسنت الله. أحسنت. رح ناخذ فاصل حتى نتواصل وياكم مع السادة المشاهدين. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير راجعكم. سيدي ومولاي يا رهبان الهواشم كاظم الغيظ، يا بضعة محمد عترة الدين، يا شمس الشموس بنورك الفيض، إلك جبريل نادى بدمعة العين، إلك جبريل نادى وبكت لملاك، يا موسى بن جعفر باب المراد نادى بصوت هالزركان الأفلاك، قضى نحب الغريب بسجن بغداد، يا من حد السلاسل جرحة الإيد بسجن غربة وحيد ولا الأخوان، يا دمعة غريب وأهلك بعيد ببسط ظلمة وتدور بين حيطان، يا هل قبلك من طحت مسموم مولاي، ويا هل حضر يمك آخر وداع، بيدك قبلت روحك يا مظلوم، وبيدك وسدت نفسك على القاع. وحق للبيت سواد الهدم وانصاب، وانصاب على اللي بالعنب سموه وانصاب. يا ويلاه يا حي بس سواد الهدم وانصاب
على اللي بالعنب سموه ونصايا ابن سنين بدم دموع العين نسيلي بدم دموع العين ونصوب على اللي بعز شباب فقد ضيع على اللي بعز شباب انفقد شبلي الرضا بهذا اليوم بالعنب يصبح مسموم شبل الرضا بهذا اليوم بالعنب يصبح مسموم بالعنب مرده وكبديته غفلتي ردت حاليته بالعنب مرده وكبديته غفلتي ردت حاليته عن علي تصبح محروم عن علي تصبح محروم من ابن ابو الهادي ينحرم من بني العباس ينظلم بيت العلم دار انهيدم بيت العلم دار انهيدم والدين من بعد انثيلم الدين انثيلم من غبيته وابن انحرم من شوفيته بالألم والهم اكظوم بالعنب يصبح مسموم بالألم والهم اكظوم بالعنب يصبح مسموم شبل الرضا هذا اليوم بالعنب يصبح مسموم عن ابن ابو الهادي ابتعد سم العنب جبدا مورد للشيعة كان لهم سند رمز العدالة والمجد رمز العدالة والمجد إن شلتي دي سميت الكبيد من مرديت كل شيعي جافاه النوم بالعنب يصبح مسموم شبل الرضا بهذا اليوم بالعنب يصبح مسموم احسنت بارك الله بيك. احنا ماشيين بدرب اسمه الحسين الله احنا ماشيين بدرب اسمه الحسين وللشهاده ارواحنا يلزمن سره واحنا كل عاشور نولد من جديد من جديد من جديد احنا كل عاشور نولد من جديد ويولد حسين ورجال الثائره هذا كم حجاج قبلك كم يزيد وهذا اخر صنم شاهد على الجرى انت تذبحني تذبحني ويظل دم الوريد يصير زوار وتطوف بحيدرة شيعة اهل البيت شجرة وما تموتش ما يقص السيف تبقى مخضرة الله واول زيارة الشمس نزلت تزور اول زيارة الشمس نزلت تزور نزلت وقامت تشم برقبته شافت بنحرة
شنو شافت بنحر؟ شافت بنحر اثر شفة رسول، وشافت القرآن غافي بشفته. الله. اول زيارة الشمس نزلت تزور، نزلت وقامت تشم برقبته، شافت بنحر اثر شفة رسول، وشافت القرآن غافي بشفته، راضع الدرة المصفى من البتول، والله يعلم بالحليب ايش رضعته. راضع الدرة المصفى من البتول، والله يعلم، الله يعلم بالحليب ايش رضعته، الطوف بعيونه ملايين النجوم، ملايين النجوم، وكل صبح تشرق شمس من جبهته. حسين ما همه يتقطع بالسيوف وضحى لاجل الدين بهله ومهجته. قوم قوم واقرا ذنوبك بباب الحسين، قوم واقرا ذنوبك بباب الحسين قبل ما توقف وتقرا زيارته. الله. قوم واقرا ذنوبك بباب الحسين قبل ما توقف وتقرا زيارته. انت من تتعمد تدوس الضمير يعني صدر حسين خيلك داسته. الله. يلتحب بحسين، شي يريد الحسين؟ شي يريد الحسين؟ ما يريدك بس شعاره ولافته. لا تتعب جدامك بطول المسير وانت ما تابع اثر من خطوته. الله. مو حمام الصير. لا تتعب جدامك بطول المسير وانت ما تابع اثر من خطوته. مو حمام الصير والطوف الضريح وذيب من ترجع وتاكل شيعته. انت بس اثبت، اثبت على الخط الصحيح حسين ينطيك المنارة قبته. الله. 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 احسنت ابو حسين، احسنت، بارك الله بك. ثبتنا نحن واياكم والسادة المشاهدين على حب وخدمة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. مراسلنا بالنجف الاشرف سجاد الخاقاني، كل اهلا بيك وعظم الله لك الاجر يا سجاد. ضعنا بالصورة عند ضريح سيدي ومولاي امير المؤمنين وسيد الوصين، وهو المعزى في هذه الليلة، ليلة استشهاد سيدي ومولاي الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. اهلا وسهلا بك. نعم يا سجاد. تحية طيبة لكم ابا حسنين وللضيوف الاعزاء، وعظم الله لكم الاجر باستشهاد تاسع ائمة اهل البيت الامام محمد الجواد. نرفع أسمى آيات التعازي إلى المقام الأقدس صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية جمعا، ومراجعنا العظام باستشهاد ركن الإيمان وبرهان القرآن الإمام محمد الجواد سلام الله وصلوات ربي عليه. واقعا مدينة النجف الأشرف منذ يومين واتشعت بالسواد ونصبت تلك السرادق على الطرق المدينة القديمة، ونصبت المواكب الحسينية منذ هذه اللحظة، وبدأت المواكب الحسينية تتوافد صوب العتبة العلوية المقدسة لإحياء هذه المناسبة العظيمة التي ألمت بالمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. نعم أبا حسنين، واقعا المحافظة تشهد يعني تغطية أمنية من قبل الأجهزة المحلية داخل المحافظة لتأمين هذه الزيارة بكل مفاصلها وبكل أيامها على طيلة هذا الوقت المار وهذه الليلة العظيمة. موكب ومواكب النجف الأشرف بمركزيتها اتجهت إلى بغداد لإحياء هذه المناسبة عند القباب الذهبية في بين يعني هناك في الكاظمية المقدسة لإحياء هذه الليلة المباركة. إضافة نشاهد في هذه الليلة المباركة ونحن أمام شارع الرسول باب القبلة، نشاهد المواكب الحسينية بدأت تتوافد صوب أمير المؤمنين ليعزوه، باعتبار أن أمير المؤمنين في مدينة النجف الأشرف هو المعزى لاستشهاد الإمام التاسع الإمام الجواد عليه السلام. الإمام الجواد تسنم الخلافة وتسنم الإمامة وهو في مقتبل عمره، في التاسعة من عمره. هنا الإعجوبة وهنا الاختلاف في 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 صيرورة الإمامة، باعتبار أن الإمام كان في صغر سنه كان يؤشر الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بأن هذا هو إمامكم وهذا هو خليفتكم، هذا هو الذي سوف تسيرون خلفه. فذلك بعد تقريبا 222 للهجرة استشهد الإمام وخلف وراءه إرثا دينيا وتراثا فقهيا وتراثا أخلاقيا نشره في هذه الأمة. إلى يومنا هذا نعيش على هذا الخلود لأئمة أهل البيت عليهم السلام، من ذلك الخطاب الذي كانت السيدة زينب سلام الله عليه عندما كانت تخاطب يزيد بن معاوية، والله لا تمحو ذكرنا إلى يومنا هذا هذه السيرة الحسينية وهذا الدين المحمدي الذي بقي بالحسين خالداً
نشهده ونتابع تلك السيرة المحمدية خالدة إلى يومنا هذا. وهؤلاء الناس الذين يتوافدون صوب أمير المؤمنين يعزونه تخليدا لذكرى أهل البيت عليهم السلام. نعم أبا حسنين سجاد، وشكرا لك ولحضورك ولمكتبنا مكتب النجف الأشرف مكتب الفرات الأوسط، ولكل اخواننا من زمائلك الموجودين بالمراسلين اللي كانوا معانا بهذه التغطيه المباشره، سواء كان سيد همام الموسوي من كربلاء المقدسه او صباح حكيم من الكاظميه المقدسه. شكرا لكم لجهودكم المبذوله، وان شاء الله هذه في ميزان حسناتكم، واسال الله بحق الجواد ان يدفع عنكم البلاء والوباء. شكرا لك، وتحياتنا الى كل مكتبنا في النجف، وعظم الله لك الأجر مرة ثانية. شكرا لك. علي احنا باقي وقت، عندنا وقت قليل يعني يجوز الربع ساعة، فأريد نسمع فتشي للإمام الجواد سلام الله وخدمتكم لأهل البيت صلوات الله عليه. نعم. البسين قلوب الثوب الحدار واقبعي بالأسى لفقدي الجوادي، لف نفسي بالسوم يقتل عمدا ضامي القلب أشرف الأحفاد، ماتي الجواد اليوم مسموم. وويلا عليك سيدي ومولا، أقبل هضيبة وكل الهموم، والهادي يبكي بقلب معلوم ويصيح بويا 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 هنا يا محروم شنو السبب سميتك هالقوم، والشيعة تبكي دمها بدموم، ويلي والشيعة تبكي دمها بهاليوم لجل الجواد الراح مظلوم. أقول يا عظم مشية الشيعة من ورا نعش الإمام، كاشفين الروس جملة من الشرى سود الأعلام، والنساء نشرت شعرها والزلم تلطم الهام. أقول عن غريبي الغاضرية وين غابت شيعته، رايت حضره وقبل لا تدوس العوالي جثتي وعاينه وزينب زينب زينب زينب، ترى ماكو مصيبه مثل زينب. واويلا على زينب، عاينه وعاينه 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 وزينب تنادي تنخي من يشيل جنازته، كأني بلسان حال العقيلة زينب تقل أخويا من عادة اليوقع بالأكوان ويصير للنشاب نشان نشان، تهد أخوته تنسفل الجيمان يزقوه ما ينشان عطشان يهفون لبطراف الاردان، يقولوا ليومك كلف يا عالي الشان، خويا 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 ابو علي شاعتذر عندك مالي لسان، ولي مالي لسان لسان ابو علي فزعنا لك من الخيم نسوان يا خويا. فزعنا لك
من الخيام نسوان. حزن زينب حزن، لا مو حزن يعقوب. الله. حزن زينب حزن، زينب حزن لا مو حزن يعقوب. يوسف دم كذب مصبوغ قمصانه. هذول اخوان زينب على الرماح الروس، ويوسف بالسلامه ردوا اخوانه. حزن زينب حزن، لا مو حزن يعقوب. يوسف دم كذب مصبوغ قمصانه. هذول اخوان زينب على الرماح الروس، ويوسف بالسلامه ردوا اخوانه. زليخه راودتك يوسف الصديق، الحسين الراودت سيوف عدوانه، صاحب البير طايح بس شربت الماي، الحسين على الفرات بشفه ذبلانه، لا ضقت العطش لا من كلاك الذيب، الحسين الحاوطت ذيابه جوعانه، ينقد القميص بشف زليخه تهون، الحسين بنحر دامي وجثه عريانه، واذا قطعوا علاقه يوسف بيعقوب الحسين وين رضيع انقطع الشريان. الله ينقد القميص بشف زليخة هون، الحسين بنحر دامي وجثة عريانة، اذا قطعوا علاقة يوسف بيعقوب الحسين وين رضيع انقطع شريانه، واذا ذرعانك انت انحط عليه انقيد عافع للنهر عباس ذرعانه. الله الله. واذا ذرعانك انت انحط عليه انقيد عافع للنهر عباس ذرعانه. فك يعقوب حزنه ورد عليه الشوف، وعلى العباس زينب لسه حزنانه. يشق حتى الجلد مو بس قميص النوب، وينزل على الحسين يبوس بيبانه، وينزل على الضريح بلهفة المشتاق، ويتعطر بعد من طيب تربانه. لو باقي النبي وما ميت وموجود بسورة كربلاء انختم قرآن. الله. لو باقي النبي وما ميت وموجود بسورة كربلاء انختم قرآن. وإذ قال يوسف يا أبي يعقوب، الكواكب بالطفوف انجمعت هنانة، وما يلغيره ما يلغيره لسه بحضرة العباس، قصته من الخجل ليها السعر قال. الله الله الله. السلام عليك سيدي ولا يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. عندنا وقت باقي، إذا السيد المخرج يقول إيش قد الوقت إن شاء الله. لقضاء الحوائج بأختم بهذه القصيدة باب الجواد بوزن الميمر. باب الجواد يتعنى لا ما تيرد بالحسرة، باب الجواد يتعنى لا ما تيرد به الحسرة، ضكاني دهري وبابك تعنيته، جبتي الدمع يا مقابرك وهليته، شفي الضاري حق سيدي ما اديته، وادري لي طل ضاك بالاه بالحاجه قلبت سره، وادري لي طل ضاك بالاه بالحاجه قلبت سره، مديته شف في العوز واجري الدمعه، بابك محب مولاي تنظير وضعه، صوتي القالو وهاته انت تسمعه، صوتي القالو صوتي القالب وهات انت تسمعه، تدري القالب يا مولاي هامي بمحبتي العترة، تدري القالب يا مولاي هامي بمحبتي العترة. أحسنت. لخادم الحسين الشاعر موسى البديري الله يحفظه. أحسنت. تحياتنا إلى موسى البديري. أريد نختم ببيت أبو ذير أهل البيت سلام الله عليهم، خدمتكم. نعم. أقول إيه؟ جدي تنا يا
بخدمة تلال البيت جديت. أنا بخدمة تلال البيت جديت. أنا بخدمة تلال البيت جديت وجدمي ما تعب من يوم. جديت. وجدمي ما تعب من يوم جديت انا بس على باب حسين حسين انا بس على باب حسين حسين جديت جديت شنو الشفاعة وادري ما يبخل علي لا والله الشفاعة وادري ما يبخل علي أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء بارك الله بكم شكرا لك يا علي اللامي حضورك برنامجنا الله يحفظك عظم الله لك الأجر شرف عظيم وأسأل الله لك التوفيق الدائم إن شاء الله الله يوفقك ويحفظك شكرا جزيلا الله يحفظك شكرا لك يا علي الخفاجي وعظم الله لك الأجر أستاذ أبو حسنين شكرا لكم ولقناة الفرات ولجميع المشاهدين بارك الله بكم وطلبي أخذت اسمك وسط قلبي وطلبي أخذت اسمك وسط قلبي وطلبي وخدمته بزمن ما يرحم وطلبه عنده ياه كم حاجة وطلبه قضاهن بس وصلت الكاظمية الله الله السلام عليك سيدي ومولاي يا باب الحواج السلام عليك سيدي ومولاي أيها المظلوم المسموم لعن الله من ظلمك وقتلك وسمع بذلك فرضي به من الأولين والآخرين إلى يوم قيام الدين احنا حلقاتنا انتهت لكن لم تنتهي تغطيتنا لسيدي ومولاي الإمام الجواد مستمرين معكم بهذه التغطية من قناة الفرات الفضائية أستودعكم الله وأسأل الله لكم التوفيق الدائم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين